وللحديث حول استمرار تظاهرات المحاضرين المجانيين في عدد من المحافظات والمدن العراقية ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. سيد كاظم، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ، تحية لك ولقناة الرافدين ولمتابعيكم الكرام. حياكم الله. كما تابعت، الحكومة أعلنت اليوم أنها ستشمل المحاضرين بالأجور المعتمدة بالموازنة دون أن تفصح عن التفاصيل. هل باعتقادك ستلتزم الحكومة بوعودها مرة جديدة أم هي محاولة لامتصاص غضب الشارع؟ بالنسبة لتظاهرات الخريجين والمعاهد وطلبة الكليات والجامعات، طبعا بالبدايه احنا كمتظاهرين في محافظه ذي قار نبين ونستنكر اعمال العنف ضد طلبه جامعه السليمانيه على يد القوات الحكوميه للاقليم. كذلك نحن نتضامن معهم ومع كل من يطالب بحقوقه المشروعه التي طالما نزلنا من اجلها في سوح التظاهر وطالبنا بشمول كافة الفئات من أجل حصولها على حقوقها المشروعة، أقصد يعني الفئات فئة الخريجين، إلا أن هذا لم يحصل. فالتسويف الحكومي دائما موجود، وكل ما تكون هنالك مظاهرات غاضبة تظهر قرارات حكومية لا طائل منها تتبخر بعد فترة قليلة وهي مجرد وعود لا أساس لها على أرض الواقع. الكل يعلم بأننا قد رفضنا العملية الانتخابية من أساسها وطالبنا بإسقاط نظام سياسي فاسد من أجل إيجاد نظام بديل وبناء دولة مؤسسات تضمن حقوق الجميع، وقد كنا على حق حينما قاطعنا هذه العملية الانتخابية ونرى هذه النتائج، أن الكثير يظهر في تظاهرات ومطالبات ويتعرض إلى القمع وسوف لن يحصل على حقوقه المشروعة من هذه الحكومة، وحتى إذا تشكلت هذه الحكومة الجديدة ونحن نستبعد ذلك. الكل يعلم بأن هذه العملية السياسية إن بقيت على حالها هذا فإن العراق يتجه نحو المجهول واللا طائل من هذه الطبقة السياسية الفاسدة، وأنها مجرد أتت لنهب خيرات البلد وإلى تدمير ما تبقى من البلد ولهب ثرواته بالكامل. ما زالت هذه الطبقه السياسيه والحكومه تستمد اوامرها وقراراتها من خارج الحدود، فنحن لا نعمل خيرا ولا يوجد شيء على ارض الواقع يبشر بالخير. نعم. طيب، يعني وجود تظاهرات لليوم الثاني على التوالي واستمرار المحاضرين المجانيين في التظاهرات في اكثر من مدينه بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت الحكومة التي وعدت بأن تكون يعني حسب الأجور المعتمدة بالموازنة في نفس الوقت تتعامل بشكل خشن مع المتظاهرين السلميين من خلال إطلاق الغازات المسيلة للدموع وغيرها من الإجراءات، كيف يستوي هذان الأمرين أو الأمران؟ نحن كما تعودنا على هذه الحكومات المتعاقبة ضمن هذه المنظومة السياسية الفاسدة بأن الأمور إذا وصلت إلى تهديد مراكزها في السلطة وإلى تهديد وجودها فإنها تقوم باستخدام القمع المفرط ضد المتظاهرين السلميين ظنا منها، وهي تعلم جيدا بأن المتظاهرين وخصوصا ثوار تشرين لن يترددون ولن يخافوا من أحد في المطالبة بحقوقهم، إلا أن هذه الأساليب يظنون بأنها ستحد من عملية من التظاهرات ومن غضب الشارع المتصاعد ضد هذه الطبقة السياسية الفاسدة. طبعا هم يعلمون بأن هنالك مظاهرة في الناصرية غاضبة يوم 28/11 هي ذكرى استشهاد أكثر من 70 شهيد وآلاف الجرحى على يد المجرم جميل الشمري على جسر الزيتون في الناصرية. نعم. وقد تزامنت هذه التظاهرات مع المناسبة، وهم يخافون حاليا، وطبعا هنالك تضامن معنا من كافة المحافظات المنتفضة في يوم 28 وستأتي وفود إلى الناصرية للتضامن معنا على مجزرة جسر الزيتون وما تعرض فيها ولما تعرض فيها أبناء ذي قار من القمع المفرط على يد القوات الأمنية والميليشيات المتعاونة معها.
وهناك تظاهرات تطالب بالحقوق المشروعه للخريجين. فان صادفت هذه التظاهره في يوم 28 مع تظاهرات ثورة تشرين المطالبة بدماء الشهداء، ستكون هنالك مشكلة وستتعرض الحكومة إلى أزمة جديدة وإلى ثورة جديدة، خصوصا وأن أبناء تشرين نحن ننتظر متى ستشكل الحكومة وإلى أين ستأتي الأمور بعد هذه الانتخابات البائسة، لكي نستطيع أن نباشر عملنا في سوح التظاهر، وهذا كله يجعل الحكومة في موقف ضعيف، وهي خائفة من أن ثوار تشرين سينتفضون من جديد، وهذه المرة خصوصا مع ضعف الأحزاب وحلحلة يعني بعض الميليشيات وبعض المكونات وضعفها أمام الشارع وأمام أبناء الشعب العراقي، قد تكون هذه هي نهايتهم الأخيرة، وهذا ما يجعل الحكومة تتصرف بشكل غير متزن وتتخبر وتدفع بعناصرها الأمنية، وخصوصا نعلم بأن هذه العناصر الأمنية وخصوصا القيادات الأمنية هي جميعها قيادات متحجدة تابعة إلى ميليشيات وأحزاب فاسدة، وهي تنفذ أجندات خارجية، وهي بالتالي لا تمت إلى أي مدى المهنية بصلح. إلى أي مدى ترون أن سياسة القمع التي تنتهجها قوات الأمن يمكن أن تحل أزمة مستمرة منذ عدة سنوات؟ هذه المشكلة هي طبعا طلاسم لا يمكن فكها إلا بتغيير النظام السياسي الفاسد. المشكلة أن الحكومة تظن بأنها من خلال هذه الأساليب ستتمكن من القضاء على كل المطالبين بحقوقهم بما فيهم الطلبة والخريجين والذي تجاوز بعض أعمارهم 35 وأكثر من هذا. طبعا هذه الأعمار إذا بقيت على حالها هذا لعدة سنوات أخرى فإنها ستكون غير مشغولة بالتعيين، باعتبار أن أعمارهم ستكون قد تجاوزت السن القانوني. لذلك هذا القمع المفرط الذي تمارسه القوات الأمنية التي تأتمر بأوامر ميليشياوية بحتة لا يستطيع حل المشكلة، فإن حل المشكلة يضمن في تغيير النظام السياسي وبناء دولة مؤسسات جديدة تقودها نخب من أبناء الوطن لتمكين أبناء الشعب ومن لديهم الكفاءات في العمل في هذه المؤسسة الجديدة في الدولة الجديدة وبناء مؤسساتها بشكل دقيق و مما يمكنها إلى خدمة المواطن وتقديم الخدمات وضمان حقوق المواطنين وأيضا الخريجين الذين يطالبون منذ سنوات بال على ذكر الخريجين. أستاذ كاظم، إلى أي مدى ترى أن هذه الفئة من المجتمع الخريجين تمثل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت في وجه شركاء العملية السياسية؟ بالنسبة للخريجين إن لم أقل هم التشرينيين الأصلاء، فهم جزء من الثورة التشرينية المباركة، وقد رأيناهم بأم عيننا في 2019 وفي 2020 قد خرجت الكثير من الجامعات والمعاهد والكليات، ورأينا الأعداد يعني أعداد كبيرة مهولة جدا خرجت إلى سوح التظاهر، بحيث أن هذه الأعداد إن استمرت لفترة طويلة فإنها تهدد النظام السياسي بالإطاحة بالنظام السياسي. لذلك نحن نقول بالنسبة للقمع المفرط لا يحل المشكلة ولا يوصل البلد إلى بر الأمان، بل بالعكس أن استخدام القمع مع غياب القانون وضعف الأداء الحكومي كل هذه التراكمات هي أدت بالحكومة إلى الفشل وإلى ما وصلت إليه الأمور من الدمار والخراب وعدم وجود سيادة للدولة العراقية. كل هذا لا يحل المشكلة، فإن المشكلة الأساسية كما ذكرت لك لا يمكن حلها إلا بإسقاط هذا النظام السياسي الفاسد واستبداله بمنظومة سياسية وطنية تستطيع القيام بعملها والقضاء على هذه الميليشيات والسلاح المنفلت ومحاسبة الفاسدين. إذا تمكن الشعب العراقي من تغيير هذه المنظومة السياسية الفاسدة فإننا قد نستطيع أن نقول بأن هنالك بارقة أمل
ستكون نعم. أشكرك سيد كاظم ماجد الناشط في التظاهرات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الناصرية.